التحقنا اليوم بهذه المنطقة ديال الحوز اللي هي جماعة 30 يعقوب في منطقة السفت دوار أغبران. يعني هذا الدوار اللي هو في الحقيقة بعيد ومكرفس مشى بالكامل، يعني تنشوفوا المنازل ديالو مشات بالكامل، والتواصل ديالنا مع الامام ديال المنطقه وديال واحد العدد ديال الاسر داخل هذه المنطقه، تلقاو بزاف ديال الاسر اللي جاو الابناء ديالهم كانوا يعني تيشتغلوا في مناطق اخرى، مثلا بحال الدار البيضاء اولا الجازيده، ملي تيجيو تيلقاو الوالدين ديالهم والاخوه ديالهم كلهم يعني مشاو بالكامل. ولله تيسولوا على الوضعيه ديال السكن ديالهم فين بغيو يسكنوا، وعرفنا حنا هذه المنطقه ديال الحوز كيفاش كتكون في فصل الشتاء، يعني هذه المناطق كلها تجيه وتيكون عليه بعض القارص، تيكون عليهم في الايام العاديه يعني الحياه صعبه، ما بالك بالحال يعني اللي فقدوا المنازل ديالهم كيفاش بغيو يعيشوا وشنو هي الظروف فاش بغيو يعيشوا. يعني هذا هو التساؤل اللي عندهم اليوم، هو الهم اللي عندهم. اما بالنسبه للاطعمه والناس من القصيمه المغاربه تيبرهنوا دائما في الازمات على التلاحم ديالهم وعلى التآخي ديالهم، وهذا يعني تيشرفنا وتيشرفنا كما جلالة الملك حفظه الله اللي عطى التعليمات ديالو السامية للمستشفيات والكلينيكات داخل مدينة مراكش ولجميع المصحات أنهم يحاولوا يستقبلوا المرضى ويتعاملوا معاهم بالمرونة، والتعليمات ديالو يعني في مسألة الإيواء والأغطية والمروحيات اللي تنشوفوهم يعني تيمشيو لمناطق حنا ما حاولناش نوصلوا لها، ما قدرناش نوصلوا لها، يعني وصلنا لهاد البلاصة من ورا هاد الدوار كاينه البلاصه اللي وقعت فيها البؤره، يعني مازال ما قدروش التحت توصل لها الا يعني الهليكوبتير هما اللي تيمشيو ليها وتيحاولوا يجيبوا دوك الجرحى وتيحاولوا يجيبوا حتى الضحايا وتيحاولوا يوصلوا المؤونه لهذوك الناس. وعاود ثاني كنبر عن هذا دابا درنا لك بث مباشر، شعب عظيم المغاربه شعب عظيم تيبرهنوا دائما في الازمات انهم شعب عظيم وعندنا قائد عظيم، وتنتمناو من الله عز وجل ان هذه المحنه يتجاوزوها هذه الساكنه ديال هذه المنطقه وديال المملكه المغربيه جميعا، لان الجميع تعرض بهذه الازمه الارضيه. تنطلب الله عز وجل يخف عنا ما نزال، وتنطلب الله تعالى يرحم يعني الناس اللي توفاو، وتنطلب الله تعالى يشافي الناس اللي باقين في الفراش ديال المرض. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.